السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤالين يا عم الشيخ. اسأل. السؤال الأول، أنا بصلي الفجر في المسجد، فالناس اللي في المسجد يعني المؤذن وإمام المسجد بيكونوا الصلاة بعد 10 دقائق بس من وقت الأذان، فسحر الصلاة بتكون إيه؟ والله يعني مدوها 5 دقائق تخلصوا من الخلاف. احنا حاولنا يعني ان احنا نخليها ربع ساعة، فمفيش اي حل، وبيخلوها 10 دقائق، واحيانا ما بتوصلش ال10 دقائق كمان. في مسجد اخر؟ لا للأسف مفيش غير هو. على العموم بجرب كده واخرج انظر الخيط الابيض من الخيط الاسود في منطقتكم، ان كان يتبين بعد 10 دقائق صلي معهم، لا يتبين بعد 10 دقائق صلي معهم، تاكل لك نافلة واعد الصلاة. السؤال الثاني،